يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان في مدينته مسجد فيه قبر فهل تجب عليه صلاة الجماعة؟ لا، ما يصلي مع الجماعة مسجد فيه قبر، ما يصلي، يروح المسجد آخر ليس فيه قبر، أو يتفق هو وجماعة معه يهيئون لهم مصلى أو مسجد على السنة خالي من القبر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول من صلى في مسجد فيه قبر فهل يعيد صلاته؟ بلا شك يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي الفساد. نعم.